في الواقع أن التعليم بدأ بهذا الجزء الغالي من مملكتنا الحبيبة ممثلا بالمدرسة الأولى بعفيف، وذلك في عام 1388 للهجرة، ومن ثم تدرج التعليم شيئا فشيئا إلى أن تم افتتاح المندوبية في عام 1392 للإشراف على التعليم هنا. وفي عام 1393 تم افتتاح المدرسة الثانية الابتدائية، وفي عام 1394 افتتحت أول مدرسة قروية وهي مدرسة الجمانية. وبهذا فإن التعليم خطأ خطوة جيدة شيئا فشيئا إلى أن فتحت المتوسطة الأولى عام 1395 للهجرة تمهيدا لافتتاح معهد المعلمات، وفي عام 1398 تم افتتاح معهد المعلمات لتخريج الفتاة السعودية لخدمة العلم والتعليم، وبدأ الاكتفاء الذاتي وفي عام 1400 تم افتتاح ثانوية عامة بعفيف. وقد تطور التعليم بخطى سريعة إلى أن صدرت موافقة معالي الرئيس العام لتعليم البنات في تحويل مكتب التعليم إلى إدارة في أول عام 1412 للهجرة، وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الرائد الأول للنهضة التعليمية وولي عهدها الأمين حفظهم الله، وبجهود ورعاية متواصلة من معالي الرئيس العام لتعليم البنات والمسؤولين بالرئاسة. وفي هذا العام صدرت موافقة معالي الرئيس العام لافتتاح كلية متوسطة، وقد باشرت أعمالها من أول يوم من العام الدراسي 414، كما تم افتتاح عدد 6 مدارس ابتدائية وثلاث مدارس متوسطة، منها متوسطة لتحفيظ القرآن الكريم ومعهد للمعلمات في الجمانية. وأصبح عدد المدارس الآن 53 مدرسة ابتدائي، مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، 3 متوسطات، متوسط لتحفيظ القرآن الكريم، ثانويتين، ومدرستين لمعهد المعلمات. ومن ثم الكلية المتوسطة، وقد بلغ عدد مدارس التعليم الكبيرات 24 مدرسة لمحول أمية، بالإضافة إلى روضتين للأطفال. وقد بلغ عدد الطالبات ولله الحمد في التعليم ما يقارب 8860 طالبة في جميع المراحل التعليمية. بالنسبة للمشاريع كان يوجد 3 مشاريع، والآن في هذا العام والعام الماضي تمت الموافقة على 5 مشاريع تعليمية مدرسية، منها ثلاث مشاريع استثمارية ومشروعين ميزانية. وقد تم رفع مشاريع أخرى لدراستها وهي جاهزة لدى مقام الرئاسة، وننتظر إن شاء الله موافقة عليها والتعميد في التنفيذ بإذن الله. هذا، وأكرر شكري وتقديري للتلفزيون السعودي لتحت هذه الفرصة للتحدث جزءا قليلا مما مضى عليه التعليم في منطقة عفيف التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، نلتقي من خلال هذه الفقرة بالشاب نواف العليان الذي يعمل في مهنة صيانة الأسلحة، لنتعرف على جوانب عدة في طريقة التصنيع وفي أمور أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني حياك الله أخ نواف. الله يبديك. نسألك في البداية عن أنواع الأسلحة التي تقوم بصيانتها. والله أسلحة شوزل بندق، يعني جميع أنواع الأسلحة. أنواعها صنعها الأسلحة اليدوية واليدوية وكل شيء. لنفرض يعني نسألك السؤال، لو حصل موجة قطعة لسلاح معين صلحها من حديد،
كيف أنت اللي تصلحها شخصيا؟ الله ممكن تورينا طريقة التصنيع لبعض الأشياء؟ زي الحديدة هذه؟ نعم حقت شوز نصلحها من الحديد. الحديدة صلب. نعم حديد صلب يعني؟ أيوة حديد. أيوة حديد صلب. ننشره بالمنشار. منشار حديد؟ حديد أيوة. مبرد. طيب عملية النشر الهادية إيه؟ تستغرق وقت معين؟ أيوة. كم يعني تقريبا؟ ساعتين ثلاث. ساعتين ثلاث. أيوة. طيب بالنسبة لو حصل بندق معين وبندقية معينة إيه؟ كان العطل فيها هذه القطعة. أيوة. كم يكون قيمة الإصلاح؟ 150-200 هذا هو التصليح. معك أحد يشتغل؟ أبد. أنت اكتسبت هذه درستها يعني؟ لا والله أخذتها من الوالد. من الوالد كان هذه الوالد يشتغل في المجال هذا؟ يشتغل فيها. طيب لو حبينا نسألك عن العدد التي تقوم باستخدامها ممكن المبرد؟ يعني المبرد هذا ليش؟ أي مبرد حديد هذا. إيه نعم. لا الحديد هذا. إيه نعم. منشار حديد. هذا منشار حديد. أيوة. إيه نعم. دريل. الدريل عملية الثقب. أيوة هذا هو. طيب بالنسبة للخشب هذا يعني كم يكلف سعره هذا؟ هذا 300-400 ريال هذا؟ أيوة. طيب أنت كم تشتريه؟ أشتريه نأخذه بالمتر. هذا خشب زان. يعني معناته أنك أنت شخصيا تقوم بعملية التصنيع حتى للخشب هذا؟ أيوة. طبعا هذه تعتبر يد البندقية. أجل وشنو؟ الشوزل اللي وراء. أينام. هذا الخشاب اللي وراء يدخل فيه؟ يدخل فيه. نعم. هذه نصنعها. طيب تحتوي اليد هذه على ايش خلاف الخشب؟ تمسك في الحديدة وراء. لا انا ما اسأل عن طريقة المسك. انا شايف قطعة بلاستيكية ومسامير. هذه حذوة. نعم. هذه حذوة تغطي الشق. ان فيها شق هنا. نعم. يمسك في الشوزل. نعم. وهذا نصنعه احنا. طيب القطعة هذه البلاستيكية انت اللي صنعتها ولا اشتريتها؟ لا لا صنعها انا. تشتري الخام؟ اشتري البلاستيك هذا وتقوم بعملية التصنيع. ابد. هذا هو. طيب من اي نوع من الخشب هذه؟ هذا خشب زان. خشب زان. ايوه. وتاخذ وقت عملية التصنيع لها؟ اجل وش هذا هو الخشب. في مخرطة معينة تستخدمها؟ لا ما في. ما في منشار. اي نعم. وزدوم. بس انا شايف فيها عملية تفنن. ايوه هذا زدوم. ايوه هذا زي المخرطة. إينا. زدوم وهذا مبرد تسويه ونرسم اول نرسم الخشاب الاول على عن طريق الرسم اول. ايوه هنا اذا رسمنا صنعنا على الخشاب هذا. طيب انا شايفها ناعم ناعمه. اول شيء من المبرد الخشب بعدين بالناعم بعدين نعم. بالصنفره. تستخدم الصنفره؟ هي الصنفره. طيب المده تستغرق وقت طويل؟ يوم. أيوة. لو حبينا نسال عن الاسلحه اقدم سلاح عندك وش هذا؟ يعني هذه ام اصبع لها 130 130 سنه. اي هذه صنعت في 1866. وهذه هنا هذه عصملي بعد مكتوب شفته ميزر. طيب عمليه التكلفه لها كم اساس تعيدها تكون تعمل هذه البنطقية. والله حساب الشغلات هذا تصير برانادوس او شريط او خشاب او اي حاجه تقريبا. الحاله هذه اللي قدامنا تاخذ تكلف 1000 ريال. 1000 ريال ها تروح شغاله. طيب لو حب صاحبها يبيعها كم؟ والله تقريبا يعني 2000 ايه 2000 3. الاسلحه اللي قدامنا الحين هذه إيه؟ اللي عندك انا شايف المحل تقريبا شبه مليان بالاسلحه هذه. ايوه جميعها مرخص لها؟ مرخصه كلها. يعني انت ما تقوم بصيانه الا الاشياء المرخصه؟ اجل مرخصة لازم. نرجع أنا شايف الآن قدامي مجموعة قطع خشبية. أيه. ومعمولة بنقش. طريقة النقش ممكن تشرح لنا طريقة النقش اللي هذا النقش بالمبرد. النقش بالمبرد؟ إيه بالمبرد ناعم مثلث زي هذا أصغر شيء. نعم. هذا نسويه. بس عملية النقش بشكل تفنن لها. أجل. نعم. لازم يصلح ويزبط. نعم. ويرسم أول يرسم بمرسمة. إينا. بعدين يصلح هذا بالمبرد ينقش يطلع كما كان من زي الاصلي. طيب تاخذ وقت هذه؟ ايوه. كم تاخذ تقريبا؟ هذه تاخذ ساعتين حولها. القطعه هذه الصغيره؟ هي الصغيره ايوه الواحده. اجل هذه شغل هذا النقش وهذه يتعب. توضع على اي نوع من الاسلحه؟ مسدس. للمسدس بس. طيب مسدس. لو قلنا لك السعر هذه القطعه فقط كم؟ 50 ريال. 50 ريال. ايه. طيب نقول لك مع السلامه اخ نواف. يا هلا في امان الله. يا هلا مرحبا. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، لقد اهتمت حكومتنا الرشيدة برفع معدلات التنمية للمجتمع السعودي في كل الميادين، وكانت التنمية الصحية من أهم مجالات ذلك الاهتمام، فوظفت لذلك كل الطاقات والإمكانيات من أجل المحافظة على صحة الأفراد والمجتمع ورفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي. ومن ذلك الاهتمام افتتاح مستشفى عفيف العام بسعة 100 سرير، حيث يضم ذلك المستشفى عدد كبير من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، كذلك جهاز تمريض على أحدث مستوى عالمي، كما يضم المستشفى أجهزة طبية حديثة في جميع الأقسام، ويقدم المستشفى خدماته بمنطقة عفيف ومدنها وقراها وهجرها، ويتبع للمستشفى 9 مراكز صحية يقوم بخدمة ما يقارب 160 قرية وهجرة. ويقدم المستشفى خدمات علاجية على أحدث مستوى، وبالإضافة إلى ذلك الأقسام المساندة، مثال ذلك المختبر وبنك الدم، حيث يضم المستشفى مختبر حديث، وكذلك القسم الأشعة وجميع العاملين به. أيضا قسم الطوارئ في المستشفى تقدم خدمات على مدار 24 ساعة في قسم الطوارئ، وبخدمة وبطاقة بشرية ذات مهارات فنية عالمية ومتخصصة في هذا المجال. وقد يتسع المجال لشرح المزيد من خدمات المستشفى المتنوعة، والذي نريد قوله أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أولت جل اهتمامها لجميع المواطنين في المملكة أينما كانوا، خاصة في المناطق النائية منها. كذلك المتابعة المستمرة لمعالي وزير الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن في المملكة. أخيرا، لا يسعني إلا أن أشكر تلفزيون المملكة العربية السعودية لإتاحة هذه الفرصة لمستشفى عفيف العام ولي شخصيا لشرح نبذة مبسطة عن هذا المستشفى أو هذا الصرح الكبير الذي أهداه سيدي خادم الحرمين الشريفين لمواطني منطقة عفيف. نادي عفيف الرياضي عن أنشطته وإنجازاته نلتقي برئيس النادي الأستاذ تركي ابن ماطر العتيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذ. الله يمسيك بالخير والسمين. نسأل في البداية، متى تأسس هذا النادي؟ أولا أرحب بكم في نادي عفيف وأشكركم جزيل الشكر، وأحب أن أقول أن نادي عفيف أنشئ مبدئيا في عام 1396 هجرية، ثم سجل رسميا مثله مثل أي نادي آخر في عام 1399 هجرية بجهود رعاية الشباب المشكورة التي تكرمت على هذا المدينة بهذا النادي الذي أصبح يستقطب شباب المدينة. نسأل عن أبرز الأنشطة التي تزاول في هذا النادي. في نادي عفيف حتى هذه اللحظات يوجد 7 لعبات. ما هي؟ هي كرة القدم بدرجاتها 3، وكرة الطائرة بدرجاتها 3، وألعاب القوى، ولعبة الدراجات، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، وسجل في هذا العام لعبة الجمباز. طيب، كم عدد منسوبي النادي من اللاعبين؟ يوجد في نادي عفيف 374 لاعبا موزعين كراتي، 163 مسجلين في الدرجة الأولى بجميع الألعاب مجملة، و 121 لاعب مسجلون في درجة الشباب في جميع الألعاب 7، و 90 لاعب مسجلون في درجة الناشئين.
هذا عدد لاعبي الدرجات في نادي عفيف الذين يؤدون نشاطهم في 7 لعبات ذكرتها آنفا. طيب نسأل عن المراكز والبطولات التي حققها النادي سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة. النادي عفيف يتنافس تنافس شريف مع أندية الوشم، لديها 10 أندية تتبع لمكتب رعاية الشباب في الوشم. دائما ولله الحمد عفيف بشبه يحصل على بطولة المنطقة ما عدا العام الماضي وهذه السنة الله أعلم، بطولة الأشبال والناشئين، الأشبال بالأصح والشباب لكرة القدم، إلا أن لانتقالهم إلى الدرجة وكبر سن اللاعبين انتقلوا درجات أخرى وبعضهم غادروا مدينة عفيف، فأصبح يعني في هذه السنة النادي اعتمد أشبال وناشئين حديثي عهد بالكرة، ولا أتوقع لهم في هذه السنة حصول على بطولة كالمعتاد. النادي حصل على بطولة ثقافية، بطولة المنطقة الوسطى من 42 نادي في عام 1409، وحصل على بطولة الوشم هي أندية في المسابقة الثقافية أيضا في عام 1410، حصل على المركز الثاني في الدرجات على مستوى المنطقة الوسطى، يحصل على مركز متقدم في مسابقة تحفيظ القرآن دائما، وهو الآن يحتل المركز الأول في مسابقة الدوري، والدوري لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. دوري المنطقة، منطقة الوشم. نعم. طيب هل شارك أحد لاعبي النادي في أي من المنتخبات الرياضية لأي من الألعاب؟ من نادي عفيف يؤسفني أقول لا، لكن انتقل من لاعبين من لاعبي النادي اللاعب المعروف سعود السمار، حارس نادي الشباب وحارس المنتخب، هو انتقل منه، هو كان حارس أساسي في عفيف، وانتقل أيضا اللاعب خالد العتيبي لنادي الشباب وهو معروف الشباب، بالإضافة إلى أن اللاعب محمد سعد المطيري انتقل أيضا إلى الشباب ويعرف صوف الشباب حتى للحظة. من المنتظر انتقال لاعب من لاعبينا من لاعبي الطائرة اللي هو عبد العزيز سالم المرجان إلى نادي الاتحاد بجدة، لازالت المفاوضات الجارية معهم حتى ولم يتم شيء حتى هذا التاريخ. طيب منشآت يعني ستقوم بتنفيذها الرئاسة العامة لرعاية الشباب مستقبلا، نعم، يعني متى إن شاء الله؟ نعم. هذا نزف بشرى لأبناء المنطقة بهذه المناسبة. نعم، في شهر شوال في عام 1413 قام عدة من وكلاء الوزارات بزيارة لمدينة عفيف. علمت أنا والزملاء مجلس الإدارة بأنه تم تعميد وزارة المالية بإنشاء استاد رياضي متكامل في مدينة عفيف، نظرا لبعد مدينة عفيف عن المنشآت الرياضية في بعض مدن المملكة العربية السعودية، وهذا حقيقة مفخرة لنا جميعا، ولا أدري كيف أقدم شكر للمسؤولين اللي قالوا اللي وافقوا على الشيء هذا حقيقة، لأننا نعتبره شيء حلم إن شاء الله سيتحقق. إن شاء الله. في الختام نشكر رئيس نادي عفيف الرياضي الأستاذ تركي بن ماطر العتيبي على ما تحدث به لنا في هذا الحوار. شكرا أستاذ تركي. شكرا لكم جميعا، باسمي شخصيا وباسم أعضاء مجلس الإدارة العفيف أقدم لكم الشكر الجزيل، وأشكر التلفزيون السعودي على إتاحة هذه الفرصة الكريمة. I'm not afraid to die.
الأخوة الشاب أحمد العتيبي بدأ قبل عامين في جمع المقتنيات الشعبية. نلتقي به الآن في هذا الحوار لنتعرف على هذه المقتنيات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي. الله يبقيك. نبدأ ونسألك عن أول حاجة اقتنيتها في هذا المتحف. بالنسبة لدي الخملان دي اللي في الجهة دي. الخملان. وش الخملان هذه؟ خميل هذا كان يشيلون فيها الزاد من أول قديما. يشيلون فيها الذهاب. ذهاب البادية. مصنع في أي؟ من هنا وطني. مصنوع هنا محلي. يعني ما له تاريخ معين؟ والله هذا يستخدم من قبل 300 سنة. وبس من 50 سنة وجاي من قرب. طيب أقدم قطع عندك في هذا المتحف؟ كل هالحاجات هذه قديمة، كل الحاجات الموجودة. أقدمهم يعني أقدمهم الخمران دي والخثل والبندق. البندق هذه مصنوعة عام 1870 ميلادي. مصدرها وين يعني؟ مكتوب عليها دولة لبنان العظمى. شغالة هي الآن؟ شغالة بس رصاصها. يعني يمكن استخدامها؟ إيه بس رصاصها الفشق حقها ما هو موجود. موجود. أنا بحثت عنها في عدة، حتى رحت للرياض، رحت لأبها، رحت للمناطق عدة أدور على الرصاصة ما حصلت. طيب بالنسبة للمعرض هذا، أي نعم، لو سألناك عن محتوياتها وش يحتوي عليه هذا؟ يحتوي على ما كان يستخدمه البادية سابق قديم، جميع ما يستخدمه البادية قديم. أغلى قطعة شريتها؟ أغلى قطعة؟ أي نعم. هالسيف ده، هالسيف هذا قديم. كم شريته؟ شريته بالفين ريال. وما بعت منه شيء ابدا؟ لا ما بعت منه شيء مره. انا شايف هذه القطعه، هذا يسمونها الخثل ده. اي نعم، هذا الخثل كان يحطون فيها البر من اول، الحبوب تستخدم لحفظ الحبوب. اي نعم، البر. وبالنسبه لهذا الثوب، هذا الثوب المرودن. هذا الثوب المرودن كانوا يلبسونه قديم، ثوب المرودن الباديه للباديه فقط. إيه؟ يستخدمون. طيب والحاضر ما استخدم؟ لا كان الحاضرة يلبسونه بعد، لأنه كان يستخدم أصلا الثياب الساحلية ذي، كانوا يلبسونها بادياتهم وحاضرتهم. طيب القطعة هذه، هذا السحكل وش تستخدم فيه؟ هذا القهوة، يحطون فيها القهوة. القهوة؟ اي يحطون فيها القهوة. طيب القطعة هذه تستخدم ليش؟ القطعة هذه سعن. نعم، هذا سعن، وهذه عك. لا، السعن للحليب. نعم، والعكة للسمن، والقربة للموية. قرب الموية. إيه نعم. طبعا هذه مصنعة من الجلد، من الجلد الأغنام. نعم، من الأغنام. اي نعم، سواء جلد أغنام أو ماعز. طيب أنا شايف قدامي ربابة. اي نعم. لها تاريخ معين؟ والله ترى هذه قديمة، هذه الربابة قديمة وتباع في الأسواق. ما تعرف تعزف عليها؟ لا والله ما أعرف. ولا حد من الزملاء أو شيء؟ والله فيها عشان تسمعنا؟ إلا لنا معارف يعرفون، أما بالنسبة لي أنا والله ما أعرف. هذه الدلو، هذه دلو يديهم كانوا يجلبون منها الماء من البير، مصنعة من الجلد. من جلد. إيه نعم، من جلد الإبل ده. من جلد الإبل. إيه نعم. قدامي محالة هذه. هذه محالة خشب. نعم، هذه محالة خشب برضو تستخدم لإخراج الماء من البير. والقطعة هذه، الحبال هذه وش هيلة؟ هذه عقل، عقل للبل. عقلون البلبها. يعني مصنعة من؟ من الصوف، من غزل البل، من الأوبر. عقل يعقلون بها البل عشان مات. وهذا شداد. اي نعم، شداد والخرجه حقته. اي نعم، هذا شداد وهذا الخرجه توضع على الجمل. توضع على، نعم، على الجمل. بالنسبه للمخيط هذا، وشوله؟ هذا مدره. شوله هذا للنسيج، للسدو، ينسجون. قديم هذا؟ اي قديم. كل هذه قديمه. كل الحاجات هذه قديمه. في طيب قطع يعني عندك الان لا زلت يعني مهتم فيها اكثر من بين القطع هذه؟ والله اللي تعرفنا عليها خالد، كل شفت كل الحاجات هذه انا مهتم من فيها. لا بس اولا وكلها غاليه عندي، يعني شفت الحاجات هذه الموجوده كلها غاليه عندي، ماني ما 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 افضل شيء عن شيء، لان حاجات قديمه، حاجات يعني نادره. طيب بالنسبه قديم. للفرشه هذه، هذه الزوالي القديمه دي، يعني هذه الزوالي قديمه دي. اي نعم، تصنع محليا من السدودي. قديمة. قديمة يعني إيه؟ لو قلنا لك في أي عام صنعت هذه، متى؟ والله تقريبا حول إلى 100 سنة. وشايف قدامي أنا هذا الرح، هذا الرح اللي إيه استخدم نعم. الظهر لطحن الحبوب يعني. إيه؟ والجعد هذا، هذا الجعد من غزل الغنم. الجعد نحطه زي البسط الفرش، بدل البسط الحديث الآن نحطه. هذه قديم هذا ولا هذا؟ قديم بس الآن ما حد يستخدمه، بس إنه في ناس الآن لا زالوا يستخدمونه.
يحطونه في المفارش. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا أخي. حياك الله أخوي. مع السلامة. الله يطول عمرك. أيها الإخوة، ما أجمل كلمة اللقاء وما أصعب كلمة الوداع، ولكن لا نقول لكم وداعا بل نقول لكم إلى اللقاء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.